السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أعزائي الطلبة، ما زلنا مع صفات المواطن الصالح، وعنوان درسنا لهذا اليوم المشاركة. فما المقصود بالمشاركة؟ وما هي فوائد المشاركة للإنسان؟ وكما سنتعرف أيضا صور المشاركة في الحياة العامة. إذن ما المقصود بالمشاركة؟ المشاركة هي ما يقوم به أعضاء المجتمع من أنشطة لخدمة مجتمعهم في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية. إذن المشاركة هي مجموعة من الأنشطة يقوم بها الأفراد أو أعضاء المجتمع لخدمة المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية. أما عن أنواع المشاركة، فهناك المشاركة مادية بالعمل، وهناك أيضا مشاركة معنوية بالرأي، كأن أبدي أفكار، كأن أشجع هذا العمل وما إلى ذلك. وتؤدي المشاركة إلى تنمية المجتمع، تؤدي إلى تطور المجتمع وتحقيق أهدافه بصورة طوعية، بصورة مستمرة. ما هي فوائد المشاركة يا سادس؟ أولاً، اكتساب مهارات التخطيط والقيادة والعمل الجماعي. يصبح المجتمع كخلية النحل في العمل الدؤوب. تنمية الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، حيث أن كل فرد من أفراد المجتمع يؤدي ما عليه من واجبات على أكمل وجه، إضافة إلى كسب احترام أفراد المجتمع واكتساب قوة التأثير في الآخرين والقدرة على تغيير الذات إلى الأفضل. فالإنسان المشارك دائماً يسعى إلى الأفضل، إضافة إلى تعلم أصول الممارسة الديمقراطية وأسسها. ننتقل الآن لنتعرف إلى صور المشاركة في الحياة العامة. يمكن للفرد أن يشارك في العديد من الفعاليات في المجتمع عن طريق المؤسسات والجمعيات. على سبيل المثال، المؤسسات التعليمية تتيح المدارس والجامعات للطالب فرصة المشاركة الفاعلة من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية التي تقوم بها المؤسسات التعليمية. وأيضا لدينا الجمعيات الكشفية، تعمل على تعليم الشباب مهارات الاعتماد على الذات وتولي زمام المبادرة والقيادة والمشاركة الإيجابية، حيث أن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله. إضافة إلى مراكز الشباب، حيث مراكز الشباب تتيح فرصة للمشاركة في أنشطتها الرياضية والاجتماعية والثقافية، وذلك تعمل على إكساب الشباب مهارات حياتية متنوعة وإعدادهم للمستقبل من خلال البرنامج الذي تطرحه هذه المراكز. أما الجمعيات الأهلية، وهي عبارة عن جمعيات أسستها مجموعة من المتطوعين المحبين لمجتمعهم، وتختلف اهتمامات الجمعيات الأهلية، بحيث تشمل تعليم الكبار، كفالة الأطفال الأيتام، تنمية مهارات الشباب، إضافة إلى الحفاظ على البيئة. ننتقل الآن لنتعرف إلى أثر المشاركة في المجتمع. الجانب الثقافي، يعمل على تعزيز الثقافة الوطنية ويؤدي إلى التواصل الثقافي العالمي وإبراز صورة الأردن عالمياً، لأن شباب الأردن مجتمع واعي قادر على استقبال كل الثقافات وقادر على التواصل معها. ومن الجانب الاجتماعي، حيث يتمثل في احترام القوانين والأنظمة والثقافات المختلفة، وتعزيز القيم الأخلاقية والتكافل الاجتماعي،
إضافة إلى مواجهة الكوارث والأزمات ودعم الأنشطة الرياضية والصحية. أما أثر المشاركة من الجانب البيئي، تعمل على حماية البيئة من مختلف أشكال التلوث، كإنشاء لجان لإعادة تدوير الورق واستخدام نظام تنقية مياه الشرب وترشيد استهلاك الكهرباء والاستفادة من مخلفات النفايات في صنع أشكال جمالية. هنا يحارب تلوث البيئة بكل الطرق. أما في الجانب الصحي، أثر المشاركة تعمل على توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وإقامة أيام طبية مجانية وتأمين العلاج لغير المؤمنين صحيا. وإلى هنا يا سادس نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.